ثالثة، أنظمة الحكم في الوطن العربي نوعين، ملكي وجمهوري. الملكي بيحكم فيه الملك لآخر عمره وبعدها بيورث لولي العهد، بشرط يكون ابنه طبعا. لو ما كانش بيشوف ناقص له كام ولي عهد ويشيلهم ويخليه هو ولي العهد. النظام الجمهوري مختلف تماما بقى، في الحاكم بيورث ابنه برضه عادي، تحصل عندنا في الوطن العربي. هتقول لي ايه الفرق؟ لا في فرق، دي ملكية ودي جمهورية، واضحة جدا. وفي نوع تاني برضه من الجمهورية، ان هو الرئيس بيبقى عنده بنات بس ما عندوش ولاد، عادي بيصعد جوز بنته كتير سهل. ايه؟ وفي عندنا بقى الجمهورية الخاصة بمصر، عندنا انتخابات وجو ديمقراطي، بس الرئيس بيقبض على كل اللي بينافسه ويقلع البدلة العسكرية. التاتش المصري الجميل ده لازم نحطه برضه في الديمقراطيات بتاعتنا. طب افرض بقى الحاكم ده ما عندوش لا ولاد ولا بنات، لا دي صعبة بصراحة. وده بقى موضوع الفقرة دي، هنتكلم فيها عن الرئيس الجزائري بوتفليقة. يا شباب في قديم ومستهلك واستخدمناه أكتر من بره. أنا عامل حسابي وجايب صورة الرئيس بوتفليقة أهو. لا لا هو فعلا صورة الرئيس بوتفليقة، بس هو ورا، هو اللي ورا ده. أيوة أيوة أيوة. تحية يا جماعة للرئيس بوتفليقة معانا. المهم في انقسام في الشارع الجزائري حوالين مقدرة الرئيس بوتفليقة على الترشح للفترة الخامسة، والانقسام ده نابع من المرض الشديد للرئيس بوتفليقة ربنا يشفيه يا رب، وعدم قدرته أصلا على إكمال الفترة الرابعة، خصوصا أنه كسب في الانتخابات اللي فاتت بتاعة 2014 هو مريض في المستشفى. فياريت حد يطلع يتكلم من الحزب اللي بينتمي للرئيس زي الأمين العام للحزب ولد عباس يطمننا، هل الرئيس بوتفليقة هيترشح لفترة خامسة ولا لا؟ نتكلم على الانتخابات، نتكلم دائما على ما أنشئ ما أنجز ما حصلنا عليه في هذا العدات الرابعة، وإن شاء الله الخامسة والسادسة إلى الأبد. إيه ده؟ هو مش ده الأبد؟ هو لسه في أبد تاني؟ يعني الناس لسه في ليفل أربعة وداخلين على الخمسة وانت وصلت لمرحلة التنين على طول كده؟ إيه ده شوية؟ وبعدين افرض يعني بعد الشر، بعد الشر بجد يعني الرئيس بوتفليقة مات بعد الشر، ليه حاصر نفسك معاه هو بس؟ هتحتاج تطبل لغيره قدام. أرجوك يعني اضمن منصبك كأمين عام للحزب الحاكم. ولد عباس يقلب الطاولة على خصومه داخل الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني. أسماء ثقيلة أسقطها ولد عباس من عضوية المكتبة السياسية. الآن يقدم على إجراء عملية جراحية واسعة شملت يعني 15 عضو. يبعد 15 عضوا من المكتب السياسي. تغيير شمل 15 عضوا من أصل 19. تغيير كان منتظر وطول. مسؤولية ما تدومش. أبقى على 4 منهم وذلك بأمر من رئيس الجمهورية. ولد عباس برر هذه التغييرات بهدف الحفاظ على التوازنات الجهوية والتماشي مع الحركية التي عرفها الحزب في الآونة الأخيرة. رأينا مع القيادة العليا للبلاد تطبيق شعار نتاع المؤتمر العاشر، تجديد وتشبيب. يعني انت شلت 15 من 19 من خصومك علشان التجديد والتشبيب، ده حاجة عظيمة. طب وروني يا جماعة الأربعة الشباب المجاهدين دول كده. ماشي، ما الأربعة دول لو فككناهم هيعملوا شباب كتير برضو. وبنفس السعر، بنفس السعر يا جماعة، مش هيغرمونا كتير، هم هماهم. أنا بقول تغيروا اسم الحزب وتسموه تجمع الشباب الكول تحت 60. وبعدين يعني معلش لو دول شباب أنا لسه ما جيتش بقى. طيب على العموم ده الحزب الحاكم، طبيعي يكون عايز الرئيس بوتفليقة حبا في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مش عشان مصلحته خالص. فأكيد ده طبيعي، لكن اللي مش طبيعي إن ده استفز الأحزاب التانية، فطلعت بيان شديد اللهجة بتستنكر فيه استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة خمسة. إن المجلس الوطني يناشد المجاهد بوتفليقة لكي يواصل مهمته في قيادته للبلاد. خلانا نمشي في اتجاه مناشدة عبد العزيز بوتفليقة باش يقبل يستمر، ومناشدة رئيس الجمهورية للاستمرار في المهمة على رأس الدولة الجزائرية من أجل استكمال مساره في قيادة الوطن إلى عهدة جديدة. كان أعضاء مجلس الأمة هم يدعون السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلتها، ويناشده للترشح لعهدة رئاسية جديدة. الناس هادو فرحانين ماذا بهم يكمل بوتفليقة، يترجاو ويطلبوا
استمرارية في المهمة تاع فخامة الرئيس مثل ما بدأها في 99. كي ينطق بها الرئيس احنا مع الرئيس نوني عليك البريزيدون إلى الأبد. إلى الأبد برضو؟ وكل عشمان كده ليه في الأبد يا جماعة؟ الأبد دلوقتي كل سنة طيبين خلاص ما عادش فيه أبد ما عادش فيه أمل. يعني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مش عايز يترشح بس الأحزاب بتحرجه. راجل عايز يطلع معاش بس الأحزاب مصرة يقعد في الحكم. مش علشان مصلحة أستغفر الله، لا حبا في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. يا جدعان حرام، فين مشايخ الجزائر من المهزلة دي؟ فين الناس تطلع تقول إن استغلال رجل مريض لتحقيق أهداف سياسية حرام شرعا؟ تجديد المنظمة الوطنية للزوايا في الجزائر دعوتها للرئيس بوتفليقة من أجل الترشح لعهدة خامسة، وذهب رئيس المنظمة عبد القادر باسين إلى القول إن التفكير في رئيس آخر من دون بوتفليقة حرام. بالنسبة لنا كزوايا قلنا مرارا وتكرارا بأن التفكير في غير الرئيس بوتفليقة بالنسبة لنا فهو حرام. حرام بالنسبة لنا نحن كتنظيم أو كزوايا أننا نفكر في رجل آخر مدام الرئيس بوتفليقة موجود. حرام لا احنا كشعوب عربية حرام طبعا نجيب او نفكر في غير الرئيس هو موجود. ايه هنجمع بالرئيسين؟ استغفر الله. لا لو هنجمع بالرئيسين يبقى طبعا حرام. لا الا في سوريا يا جماعة يعني بنجمع بين اربعة عادي. بس المهم نعدل بقى نعدل. ما حدش يحب لي السيد حسن نصر الله اكتر من بوتين مش عشان لا في عدل هنا. بص هو الحرام انك تفكر في المطلق كده، لا مساحه التفكير في دايره الرؤساء في الوطن العربي في تغيير الرؤساء دي حرام بقى فعلا. اسال اي شيخ كده في الوطن العربي كلهم اهو على طول. كان عندنا الاول الخروج على الحاكم حرام، دلوقتي التفكير في غير الحاكم هو اللي حرام. لكن عندك بقى من اول وزير البيئه وزير الزراعه لا ممكن تفكر عادي، بس مكروه برضو عند بعض المذاهب. طيب بما ان كل الاحزاب اجمعت على بوتفليقه والحرام نرشح غيره، طب حد من الحكومه يطلع كده يطمنا بقى، هل الرئيس فعلا نفسه هيقدر يحكم الجزائر لفتره خمسة ولا لا؟ سؤالك الثالث تقول لي هل تلاقى الرئيس؟ اذا كان تصوروا بلاد وين رئيس الوزراء الوزير الاول ما يتلاقاش الرئيس قولوا لي. نقول لكم نشرب معاه قهوه كل صباح واحد. بشرب معاه قهوه كل يوم صحته بوم، ده عليه رشفه فنجان ما اقولكوش. فين بقى فين ايام ما كان بيشرب الثلاثه في واحد ولا الاربعه في واحد ولسه الخمسه والسته ولا الابد في واحد؟ بص يا رئيس الوزراء القهوة عمرها ما كانت مقياس، القهوة لو مقياس نمسكهم دير فرع في ستاربكس. لكن دي بلد عظيمة بحجم الجزائر، بلد المليون شهيد، هل هيقدر يقودها للفترة الخامسة ولا لا؟ كي تهضى على صحة الرئيس، صحة الرئيس ديجا يحرك يديه، ينجم يمضي على المراسيم، رئيس يمكن أن يتكلم، يتكلم بصوت خافت لكنه يستطيع الكلام. أمال أنت فاكر إيه؟ هو ده حاجة؟ يستطيع الكلام. هو اي نعم صوته خافت بس بيحرك ايديه. بصي انت لو بتعرضي روبوت للبيع هتقولي نفس المواصفات دي بالظبط، بس طالما صوته خافت لا انا كده اطمنت. ده انت ما تخافش غير لما صوته عالي وبيحرك ايديه. بس معلش يعني اعذروني يا جماعه سيبكم اللي فات ده كله، انا هطلب منكم طلب انا عارف ان هو غريب شويه. ايه رايكم لو عملنا تداول للسلطه؟ لفظ غريب انا عارف اول مره نسمعه، اوكي احنا كوطن عربي الحاجات دي دخيله علينا جايه من الغرب الكافر، بس تكريما يعني لبوتفليقه واللي عمله الفتره اللي فاتت نعمل تداول للسلطه عشان خلاص الراجل كبر. قال بوتفليقه كبر وبوتفليقه كذا ومريض وما زمش وما قدرش. انا واش نقول؟ انا قلتها من باب ثاني، احنا كلنا كجزائريين وعائلات جزائريه. انت باباك كي يمرض لك في الدار، سمعوا لي مليح هذه للتاريخ، كي باباك يمرض في الدار ترميه الدار العجزة؟ لا طبعا ارميه في قصر الرئاسة. بص اولا الرئيس موظف عندي مش ابويا، موظف بيتحايل معاش، وابويا لو تعبان هخليه يستريح واجيب حد في صحة كده، مش اقعد بقى اشربه قهوة واجيب اخوه يمسك المحل، عيب يا جماعة والله دي بلد عظيمة. طب المعارضة الجزائرية فين من اللي كل اللي بيحصل ده؟ فرصتها اهي دي احسن فرصة ليها ان هم يطرحوا فيها حل بديل وشباب عشان ينقذ البلد. في قراءة مغايرة للمشهد السياسي حمص وعلى لسان رئيسها عبد الرزاق مقري يغازل الجيش بل ويدعوه صراحة للتدخل في ظل الغموض السياسي القاتم قبيل الرئاسيات. القيد صالح نحن الذين تمناه
أن يساهم في الانتقال الآمن للجزائر سياسيا واقتصاديا، لأن في كل تجارب الانتقال الديمقراطي التي نجحت كان الطرف الأساسي في نجاحها هي المؤسسة العسكرية. مش ده إخوان الجزائر عايز الجيش يتدخل؟ ما تهزرش، الإخوان في الجزائر عايز الجيش يتدخل؟ لا شكلك مش عامل لايك لإخوان مصر، لازم تعملهم لايك على الفيسبوك. شوف إيه اللي حصل، فاتك كتير على فكرة. أنتوا عندكم برضو رجالة زي الدب زيهم برضو. لا تعال أحكي لك بقى تدخلات الجيش في السياسة عملت إيه. جاهز؟ بص أنا مش عايز أحكي لك الجيش لو تدخل في السياسة أو مسك البلد هيعمل إيه، مش عايز أحكي لك على صبح الجزائر بدينار واستنوا 6 شهور، طب 4 سنين، طب 6 سنين، طب 10 سنين، مش أحكي لك بقى على الاقتصاد وصندوق فيفا لاجيري وتعوم الدينار وقوم نادي على عين نابا وابن أخوك اللي منا عامة. بلاش بلاش. طب أنت عارف حوار الجزر اللي هتتاخد منكم؟ أنتوا أصلا اسمكم الجزائر، متخيل اللي هيحصل؟ السعودية بتدفع دلوقتي. لسه ما قلتلكش بقى على التدخلات في الطب، هيقول لك هنعمل جهاز للكفته لعلاج الايدز، بناخد الايدز من المريض بنرجعه لك طبق كسكسي بيتغذى عليه المريض، ده غير ان كل 5 دقايق تكتب تحت بقى يقول لك مش احسن ما نبقى زي سوريا والعراق، يقول لك انت دارس اللي انت بتتكلم فيه، انت دارسه؟ تعال اقعد جنبي احسن بقى، هات حلوله تعال اقعد جنبي، وفي الاخر هيسقف لك على وشك، وتيجي تقول له يا عم طب هات لي حلول، يقول لك ما كده خربانه وكده خربانه، تيجي تعترض ده لو راجل يعني تعترض، للاسف اخرك هيبقى اوضه ضلمه متر في متر وقدامك سلوك، ودي الحاجة الوحيدة اللي هتقعد فيها إلى الأبد. استنونا.